خلونا نبلش الحلقة أحلى ما ياكلونا. ماشي الحال، في سؤال خاص بالممثلة رندا كعدة لليلة، الممثلة اللي بموت فيها، اللي بحبها كتير، اللي بتاخد العقل، اللي مكسرة الدنيا لبنانيا وعربيا، محتفظة بغرضين لبناتها. شو هني هالغرضين اللي محتفظة فيهم لبناتها من هني وصغار؟ هي عندها بنتين الله يخلي ليهم، وبتعاملهم مثل التوم، فمحتفظة ببرونتين لبناتها من هني وصغار، أو فستانين أو سكربينتين. بدنا نعرف الممثلة رندا كعدي بشو محتفظة. بدي أرجع أذكركم اليوم الأرقام، اليوم الحمد لله ماشي حال السونترال 0965-658 و0965-026.